بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب الإمام الشريف أبي عبد الله التلمساني رحمه الله تعالى من خلال كتابه الموسوم بمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، فنواصل بإذن الله تعالى التعليق على هذا الكتاب. نعم، قل. يقول الإمام العالم الشريف التلمساني في مفتاح الأصول الباب الأول في السند: اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل متواترا إما ينقل تواترا أو متواترا. شوف سبحان الله، من براعة المؤلف أنه بنى الكتاب كله على هذه القسمة الرباعية، بنى الكتاب كله على شروط الدليل. قلنا شرط الدليل الذي يتمسك به من يستدل أن يكون صحيحا أو ثابتا غير مردود، واضحا في الدلالة على المقصود، مستمرا غير مستمر الأحكام أو الإحكام غير منسوخ، زين، وأن يكون سالما من المعارض الراجح أو المساوي. وبنى الكتاب على هذه الشروط. فشرط صحة السند بنى عليه المسائل المتعلقة بالسنة والأسانيد وما إلى ذلك، وسيأتي. وشرط الوضوح في الدلالة على المقصود تتكلم فيها على مراتب الدلالة، لمباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ، مباحث دلالية، مباحث دلالية، وكذلك ما يتعلق بالنسخ، شرط أن يكون مستمر الأحكام، تتكلم على النسخ، وكذلك أن يكون سالما من المعارضة. فهذه الشروط الأربعة تصلح أن تكون أصولا يعتمد عليها في ترتيب المسائل الأصولية، تكون أصولا للأبواب في ترتيب المسائل الأصولية. نعم، زين. وش قال لك؟ قال لك الشرط الأول صحة السند. السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى متن الحديث، هذا هو تعريف السند. وأصله في اللغة العربية الشيء الذي يعتمد عليه، ومنه سناد البيت وما يستند إليه وهكذا، فكأنه العماد الذي يعتمد عليه الحديث، فصحة المتن على قدر صحة هذا، على صحة هذا السند. فالسند هو أساس صحة الحديث، وإن لم يكن الأساس الوحيد لكنه أساس صحة، يعني قد يكون الحديث صحيح السند لكن العلة في متنه، لكن هذا قليل، لأنه الأصل أنه إذا صح الحديث فهو إذا صح سند الحديث فقد صح متنه، هذا هو الأصل، إلا أن توجد فيه علة أو أن يكون معارضا بمعارض أقوى وهكذا. إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل أحادا. اعلم أن الأصل النقلي الأصل النقلي الذي اشترطنا فيه صحة السند، قول اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل أحادا. الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا كالقرآن الكريم والأحاديث المتواترة، وإما أن ينقل أحادا، وسيعرف لنا الحديث المتواتر. نعم. والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب. هذا تعريف منه للحديث المتواتر. الحديث المتواتر، متواتر في اللغة اسم فاعل من التواتر، من تواتر يتواتر فهو متواتر. والتواتر في اللغة العربية هو التتابع، هو التتابع. سنة رسولنا تترى تتتابع، فالتواتر هو التتابع. وأما في الاصطلاح عند العلماء، عند المحدثين والأصوليين، هو ما رواه جماعة
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستنده الحس. حديث متواتر هو الحديث الذي رواه أولا جماعة، فما لم تروه الجماعة كرواية الآحاد والأفراد هذا لا يسمى حديثا متواترا، ورواه جماعة. الشرط في تلك الجماعة أن تكون ممن تحيل العادة تواطؤهم، أي اجتماعهم واتفاقهم على الكذب. ولذلك التحقيق أنه لا يشترط له عدد معين كما سير، لا يشترط له عدد معين، لا يشترط. مهم جماعة ثلاثة خمسة بحسب. نعم كلما كان العدد أكثر كان التواتر أقوى. نعم طبعا أقله جماعة ثلاثة فأكثر، لكن قيل أقله خمسة، وقيل أقله عشرون، وقيل أقله أربعون. لكن التحقيق أنه العدد الذي يحصل به العلم واليقين، الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وأحيانا يقع بعدد قليل، أحيانا عدد قليل كالخمسة يحصل به القطع، خاصة إذا كان المخرج غير متحد. محال كيف أشلق هذا، يعني أنه وقع حقا وصدقا. فهو الحديث الذي ترويه الجماعة، هو ما رواه الجماعة، هو الحديث متواتر، وما روته جماعة تحيل العادة، يستحيل عادة لا عقلا، استحالة عادية وليست استحالة عقلية. وتقدم معنا الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي. الحكم العقلي ما ثبت عن طريق العقل من غير استناد إلى عادة أو وضع. الحكم العادي ما ثبت بواسطة التكرر مع جواز التخلف، مع جواز التخلف. مثلا علمنا بوجود بعض البلدان والأمكنة، علمكم مثلا بوجود دولة اسمها وش نقول اليمن، العراق مثلا، مصر، وربما كل واحد قليل فيكم من زار مصر، لكن كلكم يجزم أن هناك بلد سهمها من أجل هذا التواتر. لو فرضنا أمرا بعيدا بلاد السند، ربما لا يوجد واحد هنا زار السند، لكننا جميعا موقنون أنه توجد بلاد اسمها السند، لأن الإخبار بوجودها متواتر. رواه جم غفير عن جم غفير، بحيث تحيل العادة، تحيل العادة أن يكونوا جميعا تواطؤوا، لأنه مستحيل أن يتواطؤوا. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أي اجتماعهم على الكذب، وهكذا. واضح؟ فهو ما رواه الجم الغفير أو الجماعة، الجم الغفير بحيث على وجه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال لك وكان مستنده، أي كان هذا الخبر مستنده الحس. قال لك هذا زادوه من أجل الكشف والبيان، وإلا هذا طبيعة المتواتر، وما يقدرش يكون تواتر إلا في المنقولات لا في المعقولات. ما دامك تقول تواتر يعني كاين تتابع في النقل، هذاك هما يزيدون هذا. وكان مستنده الحس، يعني نقلوا لنا شيئا رأوه أو شيئا سامعوه، وهكذا. هذا طبيعة المنقولات. علاش يزيدوا وكان مستنده الحس؟ لكي يخرجوا توارد العقول على بعض الأفكار. لكن ما يتسماش تواتر، توارد العقول، القول بقدم العالم أن هذا العالم قديم، هذا مذهب للفلاسفة، ولا يستندون فيه إلى نقل، وإنما يستندون فيه إلى نظر، نظرة تقول، فكرة تقول أن هذا ربما احتمال يكون هذا العالم قديم ولا أول له. وبه تقول، يقول كثير من أبناء الحداثة المعاصرة وأبناء فلسفة ما بعد الحداثة والتطوريون الجدد، تعرف ريتشارد دوكنز وجماعة بريطانيا، هذا يقول لك قديم، يقول لك الأكوان المتعددة، يعني ما ملايير كلام نظرية. عفوا مش نظرية، لا ترقى إلى هذا، مش نظرية، عفوا مجرد افتراض. أنا تعرف النظرية لها شروط، مش نظرية هذه، نظرية الأكوان المتعددة هذا افتراض، هكذا احتمال لمحاولة دعم الإلحاد ولو بقشة، وإن كان الإلحاد ليس له ما يسنده. أكوان متعددة، وقال لك الانتخاب الطبيعي حتى جهد الكون،
هذا كلام في الحقيقة كلام فارغ لأنه أوهام، لا يوجد ما يسندها ولا ما يدل عليها، لكن الشاهد هذا توارد العقول على هذا، هذا لا يسمى تواترا. وإن اتفق على هذه الفكرة ملايين من الناس، لأنه ليس نقلا أصلا. فهمت ايش حبيت نقول؟ وإن لك إدخال هذا القيد والتطويل في شرحه إنما هو من أجل الكشف والبيان عن مسألة قد تتوهم بأنها من التواتر، وإلا في الحقيقة ما عندها حتى علاقة بالتواتر. توارد العقول على أمر باطل أو على فلسفة فاسدة أو اتفاق العقول على أي قضية، هذا ما عندوش علاقة بالتواتر. لكن لما كان هذا الاجتماع وهذا التوارد على فكرة واحدة من جم غفير موهما أن هذا أن هذه الكثرة تعني القطع، يعني تشبه شبه للتواتر، قال لك اسمع مستنده الحسة، وإلا هذيك مستنده الحسة هذا وصف كاشف. فهمتوا هذه؟ كاشف هو، لأن التواتر في أصله لا يكون إلا في المنقولات. منقول شيء نقل، هذا مش شيء نقل، هذا شيء تواضعوا عليه، اتفقوا يعني عفوا وحصل اتفاقا، هذا وصل هذه الفكرة، هذا آمن بها وهذا آمن بها وهذا آمن بها، لكن أين التواتر؟ تواتر لغوي، تتابع على فكرة. نعم إذا نقل عن إنسان يقول بهذه الفكرة، كاين إنسان يقول الفكرة وروى عنه جم غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فالخبر إليه متواتر، نحن نقطع بثبوت هذا الخبر عنه لا بصحة الفكرة أو الخبر، ما عنده حتى علاقة. فهمتني؟ ما عنده حتى علاقة بصحة الفكرة. لكن لما كان الأمر فيه شيء من الإيهام تتوهم تقول ملاك يكونوا كثرة سما حمك إيش منها، ما عندهش علاقة، هذا بحث نقلي، هذا بحث يتعلق بصدق الخبر فقط، بحث التواتر والأحد موش بحث يتعلق بمعيارية الحق باللي حق ولا باطل، ما عندوش علاقة. بحث التواتر والأحد بحث متعلقه النقل، إذا كان متواترا فهذا يقين أنه ثابت بغض النظر عن هذا الشيء الثابت هل هو حق أو باطل. لكن لما تعلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرنا إذا قلنا حديث متواتر فهذا يعني أنه قطعا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا. شفتوا اخترت داخل العلوم والمعارف فيقع التوهم، وذلك العلماء قال لك أنا وكان مستنده الحس، التواتر يكون في المنقولات وليس في المعقولات التي تتوارد على العقول. وإذا كذا ثبت التواتر فنحن نقطع بثبوت هذا الخبر، واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلمين وكافرين. قال سيدي عبد الله ما روته الجماعة سواء كانوا مسلمون أو كانوا مسلمين أو كافرين، لأنه الجم الغفير مستحيل أن يجتمع على كذب واضح. مثلا يعني خرج الناس أو وقعت حادثة فبدأ الناس يترى أهل القرية أو أهل المكان أو أهل بلد معين كلهم يقول وقع، سمعت وش وقع كذا، عشرات من الناس، وهذا مسلم وهذا كافر وهذا هندوسي وهذا يهودي، هذا تواتر يثبت لأنه ما عندوش علاقة، لأنه يستحيل أن يكون اتفقوا جميعا على هذا على هذا. هذا هو المتواتر. يقابله الأحد، وش هو الحديث الأحد؟ الحديث الأحد قالوا هو كل حديث لم يبلغ حد التواتر. هذا عند الجمهور، أحناف عندهم شوية عندهم الحديث اللي هو واسطة بين الأحاد وبين المتواتر. زيد وخبر الأحاد المشهور والمستفيض عند احنا عنده مصطلح خاص. زيد وخبر الأحاد ما لا يبلغ حد التواتر. والأحاد ما هو ما لم يبلغ حد التواتر. نعم زيد. فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا. نعم زيد. الفصل الأول التواتر. اعلم أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة. قال لك الأصل، إحنا كنا نحكي بالدليل، الدليل قسمان، دليل بنفسه ومتضمن للدليل، وهذا كالدليل بنفسه منه ما هو أصل ومنه ما هو لازم عن أصل، وهذا كالأصل منه نقلي ومنه عقلي. فهو يتكلم لنا عن الأصل النقلي، منه المتواتر ومنه الأحد. فأما الكتاب
فلا بد من كونه متغيرا. قال لك هذا الأصل النقلي إما كتاب وإما سنة، أما القرآن فالأصل أنه متواتر. سترون كيف يفرع على هذا التأصيل البديع، كيف يفرع المسائل الأصولية على هذا التأصيل. عاود ايش قال؟ فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا. قال لك أما الكتاب فلا بد من كونه، ثم هو ما يكونش كتاب حتى يكون متواتر. فالتواتر شرط في القرآنية، هذا الذي يريد أن يقوله. التواتر شرط في القرآنية، فهو ما دام قرآني هذا يعني أنه متواتر، فكل قرآن فهو متواتر، وليس كل متواتر قرآنا، لأنه شروط القرآنية ثلاثة. أولا تواتر، ولا يكفي صحة السند وإن كان ظاهر كلام ابن الجزري في الطيبة، تواتر موافقة رسم المصحف وموافقة اللغة، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. نعم طبعا صحيح، نعم بلا عكس. فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا، وهذا هو الصحيح، هذا الذي عليه جمهور علماء المسلمين. في مسألة شيء من النقاش في بحث التواتر والأحد محله علوم القراءات. نعم زيد. فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا. فإذا استدل علينا إنسان بآية على أنها قرآن من القرآن وهي مثلا قراءة شاذة ليست متواترة، فإبطال هذا الدليل ليس بالنظر التفصيلي ابتداء، بل يكون بالنظر الجملي. احنا نقول أصلا هذا ليس هذا قرآنا، أنت تستدل بها على أنها قرآن، وشرط القرآن أن يكون متواترا، وهذه ليست متواترة فليست بحجة، ليست بحجة. وسيفرع عليه مبحث الاحتجاج بالآيات الشاذ أو بالقراءات الشاذ، هل يحتج بها أم لا يحتج بها؟ والجمهور احنا عندنا في المذهب لا يحتج بالشاذ، خلافا للأحناف وللشافعية على قول كما سيأتي، والأظهر أنه لا يحتج بالشاذ كما سيأتي. نعم. مثاله احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس رضاعات، وسيفرع عليه بمسألة فقهية مشهورة جدا، مسألة الرضاعة. فعندنا جمهور العلماء على أنه لا يحتج ولا يعمل ولا يقرأ بالشاذ، لأن شرط القرآنية أن تكون القراءة متواترة، وهذا عليه جمهور المسلمين من العلماء والفقهاء والأصولين والقراء، جمهور القراء أنه لا يقرأ بالشاذ. خالف في ذلك قلة، من أشهرهم أبو الحسن بن شنبوذ. أبو الحسن بن شنبوذ البصري العراقي كان مذهبه جواز القراءة، مش قال لك ثبتة يا أخوي أنا ثبتة عندي، كان يقرأ بالشاذ ويصلي به، وقالوا وشو قالوا مسكين يعني في التاريخ الإسلامي، وعوتب في ذلك وضرب وعوقب وحمل على الحمار. على كل حال دافع عنه أبو شامة، أبو شامة كأنه الإمام، أبو شامة الإمام الكبير تدخل وقال هو من أهل العلم، وكان يعني يناقش، أما أن يشهر به في الناس ويحمل على دابة ويطاف به فكأنه رآه أمرا لا يليق بأهل العلم. لكن هذا رأي، لكنه رأي بعيد، القول باعتبار القراءة الشاذة، وأنه ما دام قد صح سندها إلى هذا الرجل الفرد فله أن يعتمدها ولو كانت شاذة، بمعنى ولو لم تكن متواترة أو ولو لم تكن موافقة لرسم المصحف ولو كانت مخالفة لقانون اللغة، هذا قول بعيد، هذا القول قول بعيد. فهو كان يقرأ بهذا الشاذ، حتى مثلا غفور رحيم إذا كان سميع عليم يقرأ بها وهكذا، وكان لا يرى حرجا فيها. لكن الجمهور العلماء على عدم اعتماد القراءة الشاذة،
وعدم العمل بها. أما الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام فمحل خلاف وسيفر في الأحكام، مشي على أنها قرآن في الأحكام. يقول لك نعم هي ليست قرآنا، لكن أقل أحوالها أن تكون خبرا ما دام قد صح سندها، فأقل أحوالها أن تكون خبرا، لك تقول سند صحيح. وليس من شرط الحديث الصحيح لكي يعمل به أن يكون متواترا. أيوة عاملها معاملة الأحاد. فهنا النقاش، هنا النقاش بين العلماء الذين يذهبون إلى الاحتجاج بها لأن أقل أحوالها أن تكون خبر أحد كما هي طريقة الأحناف، وبين أصحابنا المالكية يقول لك لا انتبه، أنت تنقلها على أساس أنها قرآن، على أساس أنها قرآن، وما دامت ليست قرآنا فليست لا قرآنا ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كانت تحتمل هي إما قرآن أو حديث رويت على أنها حديث فتلك مسألة أخرى. هي رويت على أنها قرآن، وشرط القرآن يكون متواترة، ومتى عدم التواتر عدمت القرآنية. واضح؟ نعم. احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس رضعات هي التي توجب الفور. أصحاب الشافعي صح. وسيأتينا تحرير مذهب الشافعي في نهاية المطاف أو في درس قادم إن شاء الله. قول الشافعية يشترطون في الرضاع حتى يحرم أن تكون خمس رضعات مشبعة عملا بحديث عائشة. احنا المالكية نكتفي برضعة واحدة، رضعة واحدة تكفي لنص القرآن، ولأن حديث الخمس رضعات حديث منسوخ مما نحن نزعم أنه نسخ رسمه وحكمه. رسمه لأننا لا نجده في المصحف، وحكمه لأن الحكم تابع لكونه قرآنا. أما القول بأنه لكن يحتمل أن يكون سنة هذا مجرد احتمال. واضح؟ سيذكر لنا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. فإن كانت أقل فلا حرمة بما في صحيح مسلم. فإن كانت أقل فلا حرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المالكية اكتفوا بأقل ما يصدق عليه أنه رضع، قالك ولا رضع واحدة يثبت بها التحريم، يثبت بها التحريم. الشافعي يقول لا بد من خمس رضعات عملا بحديث عائشة. لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمها فنسخنا بخمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. وهذا لا نجده فيما يقرأ من القرآن. ما يقول حتى هذا دخله النسخ، ولعله فات عائشة رضي الله عنها. هي تقول لك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ، هذا في ظنها هي، في ظنها هي، وإلا فليست فيما يقرأ. ثم نسخنا بخمس رضعات، في رواية بخمس رضعات معلومات يحرم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، هذا في ظنها لأنهن ليس فيما يقرأ من القرآن، لا نجده في القرآن، وهذا دليل على أنه نسخ رسمه وحكمه. فيقول أصحابنا أي المالكية هذا باطل، لأنه لو كان قرآن. شوف هذا باطل، هذا الاستدلال باطل، ثم يبين وجه إبطال هذا الدليل. هذا باطل لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، وهذا غيره هذا أحد ترويه عائشة تزعم أنه قرآن، ولو فتح هذا الباب يعني لأدى إلى خلل عظيم وإلى تشكيك في كتاب الله المبين. القرآن الكريم وقع الإجماع على ما وقع الإجماع عليه على ما نقل إلينا في مصحف المصاحف العثمانية التي بعث بها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى الآفاق، اختلف في عددها 4 ولا 5 ولا 6. مهم هذه المصاحف العثمانية التي اتفقت في الجملة في الرسم والضبط إلا اختلافا يسيرا يتسع لوجوه القراءات والأداء، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز. علم الرسم والضبط لمن درسه مظهر من مظاهر الإعجاز الإلهي في كتاب، إعجاز حتى على مستوى الكتابة. اختيرت تلك النسخ
يعني على بتوفيق من الله تبارك وتعالى للصحابة الكرام رضوان الله عليهم انتقوا المصحف الإمام بإشراف عثمان بن عفان رضي الله عنه واختاروا تلك النسخ التي تتسع للقراءات كلها. عجيب. وقع هذه التي نقلت متواترة واتسع لها القرآن، اتسع لها ذلك الرسم. فيجي واحد يقول لك لا أنا عندي رواية، لا هذا لو كان قرآنا لكان متواترا ولو كان لكان مثبتا. وهذا مسلك مهم في 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 تقرير الحقائق المتعلقة بالقرآن، يجب أن لا يفتح باب التشكيك ولا يجوز أن يفتح باب التشكيك بأي حال، بعض رواية هنا رواية هنا. فإذا وجد شيء ظني يهدد كلية الشريعة لا عبرة به، لا يلتفت إليه، قال هذا منسوخ وهي هذا ظنها رضي الله أم المؤمنين على عيننا ورأسنا يعني، لكن لا يؤتى إلى دليل جزئي تنقض به كليات الشريعة. تعرف يجيب لنا حديث ابن مسعود الشهير في قضية أعوذ برب الفلاق ولا ذاك الخلاف، هناك جوابات أن الحديث لم يصح مثلا، أو أن عبد الله بن مسعود لم يشهد العرضة الأخيرة على الخلاف وكذا، وهناك مسلك آخر ما يصحش، هذا يعارض هذا متواتر محكوم، هذا كيف نترك نصا متواترا مجمعا عليه لرواية فرد؟ مش هو ابن مسعود، يقدر يكون واحد في طرق السلسلة لا ندري هل حفظ أم نسي، لا ندري. هذه كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذه المرأة، ما كنا لندعى، قال لندعى كتاب الله لامرأة لا ندري أن نسيت أم حفظت. وهذا يذكر في مقام الاحتياط لكليات الشريعة، لقطعيات الشريعة، متى ما وجد نص يوهم زلزلتها أو يوهم خلخلتها. فهنا قتلنا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، والواقع أنها ليست فيما يتلى من القرآن، فالظاهر أنها لم تشهد العرضة الأخيرة رضي الله عنها وأرضها، ولو كان قرآنا لكان متواترا. فالتواتر والقرآنية متلازمان، لو كان قرآنا لكان متواترا، هو غير متواتر إذا ليس قرآنا. هذا في علم المنطق، هذه الصياغة منطقية، لو كان قرآنا لكان متواترا لكنه غير متواتر، فهذا يعني أنه ليس قرآن، وليس بمتواتر فليس بقرآن. والجواب عندهم دخلين عندهم مش يجاوبوا، مش سهلين لو تسمعوا، أن التواتر شرط في التلاوة. شوف هذاك الكلام الشباب، احنا في الحقيقة في التأصيل، وإن كان في هذا الفرع قد يخالفون، لأنه الذين اشتهر عنهم القول بحجية القراءة الشاذة الأحناف، قول عند الشافعية. يقول لك اسمع، تواتر شرط في التلاوة كأنها قرآن، الحكم مش شرط. وكم من حكم نسخ رسمه وبقي حكمه، كاين حكم شرعي جاء به القرآن نسخ الرسم لكن الحكم باق، ولعل عائشة تقصد وهن فيما يتلى من القرآن أو يقرأ يتبع ويعمل به، مش معناتها يتلى. شفت كلامه، قول زيد. أن التواتر شرط في التلاوة، قال لك التواتر شرط في التلاوة، احنا ما نقول قرآن، نقول أقل أحواله أن يكون خبرا، أن يكون حكمه باقيا. نعم قول. شرط في التلاوة لا شرط في الحكم. وقصد المستدل بهذا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها. قال لك احنا ما نش نقول لك بأنه نثبت تلاوة، نحن لا نستدل بهذا الدليل لنثبت تلاوة فيها ذكر الخمس، لكن نريد أن نثبت حكما جاء في حديث عائشة. نعم. فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض. فهذا جواب الشافعية، أو ما يصلح أن يكون جوابا لمن يستدل بالقراءة الشاذة عموما وفي هذه المسألة خصوصا. لكن الإمام لم يجب، هنا لم يجب الإمام، ذكر هذا ولا جاوب وترك الجواب. احنا نقول صحيح التواتر شرط في التلاوة وليس شرطا في الحكم، لكنه ها هنا يكون شرطا في الحكم لأن الحكم فرع التلاوة. هنا في هذا المثال الحكم فرع التلاوة، هو لم يثبت الحكم إلا على أنه تلاوة. أما أن يقال حتى ولو لم يكن تلاوة فأقل أحواله أن يكون خبرا، قلنا هذا مجرد احتمال، هذا مجرد احتمال، فيحتمل أن يكون مما نسخ رسمه وبقي حكمه، يحتمل
أن يكون مما ثبت بدليل السنة كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بعد، يحتمل أن يكون قول صحابي، يحتمل احتمالات كثيرة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به لاستدلال. صحيح تواتر ليس شرطا في الحكم إنما هو شرط في التلاوة، لكن الحكم ها هنا مفرع على ثبوت التلاوة، هو ذاك الحكم مفرع على أنها قرآن. فلو كان قلت على أساس أنها حديث ما عندش مشكلة، لكن أنت تقول على أساس أنها قرآن، وما دامت قد انتفت عنها القرآنية فقد انتفى الحكم تبعا للتلاوة. فهمت هذه؟ ومن ذلك استدلال الحنفية على، مهم شوفوا كان نقطة مهمة، هذا الدرس درس أصولي وليس درسا أصوليا عاما، بل هو درس أصولي خاص يتعلق ببناء الفروع على الأصول، ولذلك احنا لسنا معنيين بالتطويل في المباحث الأصولية العامة ولا في المباحث الفقهية، احنا يهمنا وجه الانبناء ووجه المناقشة تنمية للملكة، لأنه مثلا كان ناقش هذه المسألة مناقشة فقهية ساعة درس في الفقه المقارن، لأن هناك أدلة كثيرة، هذا دليل من الأدلة المثارة في المسألة، فهمتوني شحبون؟ هذا مناقشتنا لهذا الدليل وإظهار ضعفه لا يعني أن المذهب ضعيف، وإلا الشافعي عندهم أدلة أخرى، هذا من فهمتوني شحبون؟ بمعنى إحنا مرناش في مقام تناول المسائل الفقهية تناولا شاملا بجمع جميع أدلتها، هذا يأخذ وقتا طويلا، إحنا المقصود هو تقرير ما قاله المؤلف، الوقوف على جانب تخريج الفرع على كيف خرج الفرع على أصل بغض النظر عن الترجيح في المسألة، فالمسألة محلها كتب الفقه. ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر إذا حلف بالله فصيام ثلاثة أيام من شرطين أن تكون متتابعة، نفس الشيء، فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين اللي في القرآن، فصيام ثلاثة أيام كان قراءة شاذة، فصيام ثلاثة أيام متتابعات في قراءة ابن مسعود، نفس الكلام احنا عندنا مذهب مالك أنه لا يشترط التتابع، وإن استحبه مالك رحمه الله استحبه، لكن لا يرى وجوبة التتابع. نعم زيد. فإن فرقها لم تجزه لقراءة ابن مسعود، فإن فرقها لم تجزه عند من يقول بحجية القراءة الشاذة، لأنك ابن مسعود في قراءة مسعود متتابعات، نفس التقرير السابق، وهذه أقل أحوالها، إن لم تكن قرآنا فهي خبر، والتواتر شرط في التلاوة وليس شرطا في الحكم، لا بد أن نعمل بها. مالك هنا توسط، ما قالش بوجوب التتابع إنما قال باستحبابه، لأنه أولا ما كانش دليل صريح، كان هذه القراءة الشاذة، ولأنه يدخلها الاحتمال، ولعله مذهب لابن مسعود، ولعله ذكرها تفسيرا للآية، وقول الصحابي فيه ما فيه من الخلاف الشديد، وفيهم يعني هناك مراعاة للخلاف، ولأن مذهب الصحابي في الجملة حجة عند الجمهور، لكن ما معنى كونه حجة؟ هذا فيه نقاش طويل، التحقيق أن معنى كون مذهب الصحابي حجة أنه يختلف باختلاف المسائل، في بعض الأحيان يقوى حتى يصير قريبا من الإجماع، واضح لا بد من الأخذ به، وفي أحيان يضعف يكون من باب أن الأخذ به أولى من تركه، فإن فهمه مقدم على فهم غيره ممن جاء بعده، وهذا يأتينا مفصلا لما نتكلم على مذهب الصحابي، ونذكركم ما ذكره العلامة ابن القيم من الاحتمالات الستة التي تعرض لمذهب الصحابي، هناك ست احتمالات، واحد منها يقضي بعدم الحجية، وخمسة تقضي بالحجية، وواحد من خمسة أقوى من ذلك الفرد، لأنه هذا الصحابي إذا قال في المسألة بقول ولم يشتهر ولم يذع في الناس ولم يعلم له مخالف، لأن محل البحث إذا لم يعلم له مخالف، إذا علم له المخالف فليس مذهبه أولى بالأخذ من مذهب غيره، ومحله إذا لم يذع ويشتهر في الناس، لأنه إذا ذاع واشتهر كان في قوة الإجماع السكوت، فهما قيدان ضابطان لمسألة مذهب الصحابي، والقول إن يروى عن الصحابة دون مخالف يرى اجتنابه، وكان عنده من المشتهرين فهو بالإجماع السكوتي حليم،
أو كان لم يذيع، هنا محل لم يشتهر، أو كان لم يذيع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك. أن يذيع وينتشر في الناس ويشتهر نقله في الناس. أما إذا نقل الفرد قاله في مسجد، قاله في جماعة، هناك مثلا بعض مذاهب الصحابة، بعض أقضية عمر هي معدودة من باب الإجماع، السكوت أنه كان إمام المسلمين وقالها على المنبر وقضى بها في الناس وهكذا. لكن إحنا نقول في مسألة جزئية تتعلق بأحاد الصحابة وأفرادهم وهكذا. الشاهد أنه كلام كثير في مذهب الصحابي، فمالك أنه قال أحب إلي أنه يصومها متتابعة، مشي لأنه لم يقل هذا لأن قراءة الشاذة حجة عنده، لإنما لاعتبارات أخرى. قائد ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فيقول أصحابنا هذه الزيادة ليست من القرآن فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. نعم واضح، هذه ليست شرط القرآن يكون متواترا، ودام هذا غير متواتر فهو ليس قرآنا، والحكم تبع للقرآنية، انتفت القرآنية وبذلك ينتفي الحكم. وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيئة بالإيلاء، الفيئة المقصود بها الرجوع، فإن فاءوا، في قوله تعالى للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا، إن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تعرفوا الإيلاء، أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته. آلاء، وكل زوج مسلم قد كلف، قال كنت أقول أبيات أخرى، لا إله إلا ولطأ منه ممكن، قد حلف بترك وطئ زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحور أربعة فذاك مول، والإمام ألزمه إن قامت الحرة أو رب الأمة بعد اجتهاد فاء بالتكفير والطلاق البت والتحرير. زوج مسلم مكلف يحلف على أن لا يطأ جدته، كل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن حيث كان قادرا على الوطء، قد حلف بترك وطء زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر أربعة فذاك مول، هذا هو الإيلاء. احنا عندنا في المذهب، هو مذهب الجمهور، أنها لا تطلق منه حتى تنتهي المدة، فإذا انتهت المدة خير بين الفئة، بين الرجوع وبين التطلية، خلاص. عند الأحناف لا، قبل الأحناف، عند الجمهور الفئة تكون بعد انقضاء، إلزام بالفئة تكون بعد انقضاء المدة. عند الأحناف لا، عند الأحناف لازم في المدة، إذا انقضت المدة فاتت الفرصة وطلقت منه. فهمتوا هذه عند الأحناف. عند الأحناف إذا انقضى وقت الفيئة خلاص طلقت منه، لا تحتاج إلى تطليق، إلى تطليق من الزوجة أو تطليق من الحاكم. أعلاج لوجود قراءة، قراءة أبي فإن فاءوا فيهن، فإن فاءوا فيهن في تلك المدة. إحنا عندنا بهذه قراءة شاذة، هو يقول لك لا، فإن فاءوا فيهن، فالفيئة تكون في العدة لا بعدها، بعدها تطلق مباشرة. فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم، مفهومها وشنو؟ إذا لم يفيئوا فيهن لم ينتفعهم الفيئة، يعني إذا انقضت المدة، لأنه هذيك فإن الله غفور رحيم تفيد حكما أنه خلاص عفى الله عما سلف وهي زوجته. لكن إذا كانت الفيئة في العدة مفهومها، إذا ما كانش في العدة لا تنفعه الفيئة فإنها تطلق منه، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليكم. قول كذلك احتجت الحنفية على أن الفيئة في الإيلاء إنما محلها الأربعة أشهر. محلها واش؟ يعني محل إيقاعها في الأربعة أشهر، مش بعد أن تنتهي. نعم. لا بعدها لقراءة أبي بن كعب فإن فاءوا فيهن فإن الله. شفت؟ أبي قرأ ترويت عنه، فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أصحابنا يقولون إنما الفيئة بعد تمام الأربعة الأشهر، ويعترضون على الحنفية لأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا، نفس الاحتجاج. والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، ونحن لا نسلم بهذا لأنها نقلت على أنها قرآن لا على أنها خبر. لو نقل الخبر لكانت الحجة حجية في الخبر، هي
شفت احنا ندعيه باللي هذه مغالطه، نقول لهم انكم تحاولوا تكلخونا يعني مغالطه، لانها اذا كان شوف هي خبر اصلا انت نقلتها على انها قران وجاء لانها خبر، تحتمل ان تكون خبرا لكن مجرد الاحتمال لا يصلح للاستدلال. كاش واحد حنفي هنا لانه ان لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ ان يقرا بها لما في ذلك من التلبيس، واذا كانت اما قرانا واما شفت احنا المقدمه من سلموش بها، وذلك المقدمات لازم هذا يعلمك المناظره والحجاج والفحص. لو كان تسلم المقدمه خلاص اغلق عليك يقول لك لانها اما ان تكون قران واما ان تكون خبر، ويمشي يقول له عباس استنى شكون قال لك خبر توخر، لا انت انقلت على اساس انها قران، اذا نقلت على انها خبر ننظر. تحتمل ان تكون خبرا صح، لانه قد يعرض للصحابه انه يقرا الايه ثم يردفها بما يفسرها مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسد، صحيح تحتمل الخبر ولا تحتمل ان تكون مذهبا للصحابه، لكن مجرد الاحتمال لا يصلح للاستدلال، هذا مجرد احتمال. والأصل أنك نقلتها على أنها قرآن، وشرط القرآن أن يكون متواترا، انتفى التواتر انتفت عنه القرآنية. نعم. وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به. صحيح، هي إما نحن لا نسلم بهذه القسمة لأنها احتمال، هي إما أن تكون قرآنا وإما أن تكون خبرا، لا قد لا تكون لا قرآن ولا خبر، وقد نقلت على أنها قرآن وثبت أنها ليست بقرآن لأنها غير متواترة، فهذا مجرد احتمال. قول تقرير الكلام حتى نسلم به، لأنها إن لم تكن قرآنا فيحتمل أن تكون خبرا، معلش لكن أثبت أنها خبر، أثبت أنها خبر. والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم، وجاوبنا عليها. لكن ها هنا الحكم فرع التلاوة، في هذا المثال الحكم لا ينفك عن، إنما ثبت الحكم لانبنائه على التلاوة. فإذا قلت لكن يحتمل أن ينبني على أنه خبر، قلنا هذا مجرد احتمال، نحتاج أن نثبت بأنه خبر لأنه سيق في الأصل على أنه تلاوة. أما السنة أنا نحاول نفهم ويستمحون لنا، أما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا، وإحنا نقول لهم إن ثبت أنها سنة أثبت أنها سنة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبت أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على أنه إنشاء لحكمه. أما إذا كنت تدعي أنه قاله لكن على تقول على أنه قرآن، إذا كنت تزعم يقول لك احنا نقول باللي ثابت عن رسول الله عن طريق أبي، لكن ما اثبتش على انها سنه، اثبت على انه قران، وما دام لم يوجد في القران فهذا يعني انه نسخ، فهمت المقصود؟ يعني هذا لا ينفي انه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صح ربما قراها، لكن نعده منسوخا لانه لو كان قرانا لوجد في هذا القران المتواتر. فانه لا يشترط في الخبر المستدل به ان يكون متواترا عند المحققين من الاصوليين. صحيح. اللهم إلا أن يكون ذلك هذا كأنه توسع الشيخ يستطرد شوية، يقول لك لا يشترط في الخبر الذي يستدل، هذه مسألة لها صلة بما نحن فيه، لكن يقرر مسألة مهمة، ليس من شرط الخبر حتى يستدل به أن يكون، هذا هو جمهور أهل السنة. أهل السنة والجماعة عندهم خبر الآحاد حجة، خبر الآحاد حجة، ولا يشترط في السنة النبوية المحتج بها أن تكون متواترة، لا يشترط، خلافا ل واش نقول لك لبعض المعتزلة والروافض، الروافض عندهم مشكل بس، وخلافا ايضا للقاساني قليلا قال لك شرط يشترط في احتياجه بسنة ان تكون متواتر، لا يكفي، عندنا نصوص محكمة تدل على حجية السنة النبوية سواء كانت متواترة او احادا. منها على سبيل المثال وسنرجع إلى هذا البحث، قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ مفهومه إن جاءكم عدل فلا تبين، هذا يعني أن الظن معمول به، قال تعالى فإن علمتموهن، وهذا هل يمكن أن يتيقن من الإيمان؟ الإيمان أمر باطني، شوف أطلق العلم ها هنا وأراد الظن، أي فإن ظننتموهن مؤمنات، يعني هذا امتحان ظاهري فيتبين أنه الله عز وجل ظهر أنها مسلمة،
لكن معرفة ما في القلب من العسير القطع به. قال لك فإن علمتموهن، هنا فسرت بأنها فإن ظننتموهن، لأنه هذا امتحان ظاهري لا يتوصل من خلاله إلى الجزم بما في القلوب، ونحن متعبدون بالظنيات، الظن معتبر في الشرعيات والدنيويات، حتى في الأمور الدنيوية الظن معتبر. اللهم هذه كلمة في الحقيقة أصلها يا الله، حذفت يا النداء فعوض عنها بالميم، ولذلك لا يجتمعان إلا شعر إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، ولا في الأصل أن الميم عوض عن لي. اللهم نداء، نداء للفظ الجلالة، صح. هذا من الاستعمالات، ومن الاستعمالات من استعمالات هذه اللفظة والمفردة أيضا أنها تأتي لتأكيد الجواب وتقريره. تقول هل حضرت الدرس أمس؟ تقول اللهم نعم لتأكيد الجواب، لتأكيد الجواب وتقريره، صح. ومن معانيها واستعمالاتها أيضا أنها تأتي لإفادة ندرة المستثنى، كما في هذا المقام، لإفادة وش؟ لإفادة ندرة المستثنى. قل لك هذا القول لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين. اللهم إلا اللهم إلا عاد إلا نزرا شو، لإفادة وش؟ ندرة، ندرة المستثنى. هنا يستعمل بمعنى ندرة المستثنى. قول وش قالنا؟ قال لك بالتواتر ليس شرطا للخبر. اللهم الا وين؟ قول ان يكون ذلك رافعا لمقتضى القران. قال لك اللهم الا في بعض الحالات والمقامات، اللهم الا اذا كان هذا الخبر الاحادي رافعا للمتواتر. فهمت شو؟ محمد جدو شو محمد نبات، بارك الله فيك. انا مخلي الاولاد وحدهم بالضاني، خايف عليهم، أنا أقول المثقف عليه. وش قلنا؟ اللهم إلا قال لك اللهم إلا أن يكون هذا الخبر الأحادي رافعا للمتواتر، خبر أحاد العمل به يقتضي، أو يكون هذا الخبر الأحادي معارضا بقرآن، القرآن متواتر. قال لك هنا نعم، يشترط في هذا الخبر الذي يراد منه أن يرفع، أن ينسخ، أن يقدم على المتواتر، أن يكون متواتر، أن يكون في قوته، لأنه لا يرفع القوي، أو لا يرفع الأضعف القوية، ولا يرفع القوي الأضعف. وهذه عند الجمهور، هذه يحتاج فيها خلاف بين الأصولين، فيها خلاف. الرفع بالآحاد للكتاب في خلاف، ليس بواقع على الصواب، في نقاش. الجمهور يشترطون في النسخ مثلا أن لا ينسخ الأضعف الأقوى، فإذا كان المنسوخ قرآنا فأن يكون الناسخ له قرآنا أو سنة متواترة. لكن عدد من العلماء، أظن الشوكاني، وعدد ما نشم الذكر منه، الشوكاني، وأظن رواية عن أحمد، واختيار شيخ شيوخنا أبا ولد أخته محمد أمين الشنقيطي، يذهب إلى عدم اشتراط أنه لا يشترط. علاش لا يشترط؟ قال لك هذا أولا ليس رفع، يعني لا يسلم بأنه رفع أو إسقاط أو إضعاف، لا يسلم هذا من كل وجه، خاصة إذا ذهبنا إلى أن النسخ هو بيان لانتهاء أمد الحكم الأول، أو أمد الحكم الثابت بالدليل الأول، فيأتي هذا الدليل ظني كي يبين بأن الحكم الأول قد انتهى زمانه. ثانيا تبع مليح، شوف دقة الأصوليين. قال لك الدليل الظني هذا حديث الآحاد هو لا يرفع المتواتر، هو لا يرفع الدليل، إنما يرفع استمرار الحكم الثابت بالدليل. الدليل متواتر نعم، والحكم ثابت بدليل متواتر قطعي نعم، لكن بقاء الحكم ليس قطعي. فهمتوني جنحمون؟ وش يقولوا؟ الدليل قطعي لأنه متواتر ويكون مدلوله قطعيا صحيح، لكن استمرار الحكم وبقاؤه ليس أمرا
قطعيا، بل هو ظني، فهو رفع ظني بظني، هو رفع استمرار، فهو من باب رفع الظن بالظن وليس رفعا لقطعي بظني. هذه مسألة خلافية محلها الكتب الأصولية الموسعة. احنا برك لنا باش نفهمه مليح من باب تخريج الفروع على الأصول والتدرب على فهم المسائل. الوقت خلاص نزيد شوية مخاش راح يكمل. نعم قول سيد. فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر كان وابع. قول خلاص نزيد الشهور ونكمل هذا. قول. ومثال ذلك ما يحتج. شحال بقات من الصفحة؟ عطيني شوف نص صفحة برك. خلاص بقات نص صفحة خليه يكملها. قول. ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعهول بها عن مالك. أولا يحكي لنا على المسعى الخفين. ما يحتج به جمهور الأئمة صحيح، والرواية المعمول بها، يشير باللي مالك تسمع عنده رواية تقول باللي ما كانش المسعى صح، رواية رويت في المجموعة وفي غيرها، واختلف العلماء في فهمها، والأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الرواية في الحقيقة هي حكاية حال، إنما يحكي فيها الإمام عن حاله في نفسه أنه هو ما كانش يمسح، وكان يرى التطهر بالماء أولى وأفضل، ولا يعني أنه لا يرى المسح لأنه لا ينكر على غيره، وإنما كان يرى لنفسه غسل الرجلين وعدم مسح الخفين، لا أن عدم مسح الخفين مذهب له، فرق كبير بينما يختاره الإنسان لنفسه أو ما يلتزم به في نفسه وما يجعله مذهبا أو فتوى يفتى بها الناس. ولذلك يقول معمول بها. ولذلك الرواية الأخرى العلماء ما بين مضعف لها أو متأول، إما يقول لك ما تصحش ضعيفة لأنه عنده أحاديث صحيحة في الموطأ وفي غيرها تقول بالمسح، والله يقول لك لا ماشي ضعيفة لكنها متأولة، وتأويلها ما ذكرته لكم قبل قليل كما حكاه الإمام القرطبي صاحب المفهم، مفهم صاحب المفهم أبو عباس ياك هو صاحب المفهم. الرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا. إيه أبو حفص البصري حكى عن 70 صحابي مسألة المسح على الخفين، مسألة المس على الخفين ماشي الجوربين، الجورب مسألة أخرى، مس على الخفين وش أصله في الخف أن يكون من جلد أن يكون مخروزا، هناك الشروط، الخف في العهد الأول كان خفا يتتابع المشي فيه بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشى لكعب حرز، هذا هو الخف. وعلى الشمالكية قيد هذه القيود، الجمهور مش المالكية، وقع الخلاف في المس على الجوارب، نعم عند الحنابلة هناك توسيع شوي، لكن الجمهور على عدم المسح على الجوارب وتقيدوا بالخفاف، قال لك لأن المسح على الخفين رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها ولا يقاس عليها على خلاف، وقال لك فراعوا تلك القيود الموجودة في ذلك الخف، هذاك الخف الذي أبيح المسح عليه في العهد النبوي تقيدوا بوصفه وهيته. عندك رواية أخرى المس على الجوارب وكذا والمس على العصائب والتساخين تقتضي شيئا من التوسيع، والخلاف ثابت في أسانيدها من رواية بالقيس الأودي، وفيها نقاش طويل بين المحدثين. احنا اللي يعنينا في الفقهيات أن نعلم الناس بأنه لا ينبغي التشديد في مسائل الفروع الاجتهادية، لا سيما ما يكثر فيه الخلاف أو ما يشتد ويقوى فيه الخلاف، لازم نعلم الناس يا جماعة الخير الشريعة هذه فيها القطعيات وفيها الظنية، كاين قطعيات تمثل الجانب الصلب من الشريعة، هذه ما فيهاش نقاش، أصول الدين الصلاة الشعائر الكبرى في الجملة الصلاة الزكاة الصيام الحج المهم المحرمات الكبرى، هذه قطعيات الشريعة لا مجال لمناقشتها أو للتساهلها، وكاين الظنيات والاجتهاديات التي يكثر فيها الخلاف بين الفقهاء خاصة حين يقوى الخلاف، هذا الأصل فيها التوسيع ما يشدوش على الناس. يقول بعض علمائنا ما فائدة التشديد في الفروع إذا كانت الأصول مهددة، نحن أصولنا حصوننا مهددة ويتصارع المسلمون من أجل فرع فقهي، معليش يتناقشوا يتحاوروا بأدب ما فيها بس، لكن أما أن يصل الأمر إلى النزاع والشقاق والخصام فهذا بعد في الحقيقة عن فهم روح الشريعة، لأن الشريعة نفسها لو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعلها
على نسق واحد لفعل. كان قاضي ربي يجعل النصوص قاع محكمة قطعية واضحة مجمعا عليها. رب العالمين شاءت حكمته الإلهية تكون نصوص قطعية تمثل الجانب الصلب الذي يحفظ على الشريعة جوهرها وأصلها، وجانب مرن يحتمل لكي تختلف أنظار الفقهاء وتتكون هذه المدارس الفقهية ويثبت في الواقع أن هذه الشريعة مناسبة وصالحة لكل زمان ومكان وإنسان وحال. هذه المرونة مظهر من مظاهر الكمال، به خلود الشريعة، كما أن الصلابة مظهر من مظاهر الكمال وبه خلود الشريعة. فلا ينبغي، نعم لا نقول كل خلاف معتبر، لكن بعض الناس يتوسعوا شوي يتسهلوا فيها خلاف يا خلاص فيها خلاف لا مش هكذا. ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النار، يكون خلاف معتبر وله وجهه وله أدلته. إنسان يفتي في هذه المسائل بما يدين الله تبارك وتعالى به، نعم معروف عند العلماء أنه لا يجوز الإفتاء بالضعيف، ولم يجوز تساهل في الفتوى، بل تمنع الفتوى بغير الأقوى، وكل ذا عالم بذاك عرف عن القضاء والفتاوي صرف كما قال النابغة. من عرف بتساهله في الفتوى والقضاء فإنه يعزل عن هذا المنصب الشريف. لكن المشكلة أن بعض الناس يظنون بعض المسائل ضعيفة وهي قوية، الخلاف فيها قوي بين العلماء. قول. حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب المقالات، هنا يقصد كتب العقائد التي تعنى بمقالات الإسلاميين، ككتاب مقالة الإسلامي لأبي الحسن الأشعري. قال لك لأن هذه المسألة تناقلها الصحابة أو نقلت عن 70 صحابيا وكثرت أدلتها كأنها صارت شعارا على أهل السنة، كما أن غمصها وتركها والتشنيع على فاعلها كان شعارا على أهل البدعة، مع أن أصلها من فروع، أنها من فروع الفقه، لكن ذكرت في كتب العقائد وأصول الدين لما كثرت أدلتها ووجد مع ذلك من يخالف فيها. فيقول المخالف هذه كلها أخبار آحاد. أنا المخالف، هذا المخالف الذي لا يرى المسح الخفين ويرى أن هذه أحاديث آحاد، وهي تعارض القرآن ورب العالمين يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وأيديكم بالفتح، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كاين قراءة أخرى وأرجلكم، حتى رواية الكسر حملوها على المسح محل نظر، لأنه قال لك إلى الكعبين والمسح لا يتقيد فيه إلى الكعبين. مهم، ولكن من أحسن تخريجات الكسر أنه جر على المجاورة، أنه على المجاورة كما ذكر ذهب إليه ابن جرير الطبري. ها أيوة حور، يعني كثير الجر بالمجاورة، تعرفوا جر جحر ذب بن خليل، كأن ثبيرا في عرانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل، قال امرؤ القيس كأن ثبيرا يوصف جبل في عرانين ودقه، هذا والمطر ينزل كبير أناس شيخ كبير في بجاد مزمل، يصف الجبل حين ينزل عليه المطر ويغطيه السحاب ويبدو رأسه كأن جبلا يلبسه جبة طويلة في بجاد، فرض يقول مزمل أن الثبير الجبل هو المزمل، كأنه في بجاد مزمل، قال لك مزملي، صار ظاهر اللفظ أنه وصف للبجاد وهو وصف للجبل لثبير، هذا يسموه الجر بالمجاورة، الجر بالمجاورة. وفيه لطيفة أدبية لعلي أذكرها لكم في الدرس القادم في قول الشاعر، يقول عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا، وإياك أن ترضى بصحبة ناقص فتنحط قدرا من علاك وتحقر، فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. هذا نشرحه في الدرس القادم. قول. فيقول المخالف هذه كلها أخبار آحاد. قال لك هذا آحاد يتخالف القرآن، ربي يقول وأرجلكم عطفا على المغسولات، وأما وأرجلكم ما يش عطفا على المسوح، وإنما هي من باب المجاورة، لأن المسح لا يشترط فيه أن يكون إلى الكعبين. فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله تعالى وأرجلكم.
والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده كما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر. قال لك صح، وإذا لم تكن تواترت تواترا لفظيا فقد تواترت تواترا معنويا، كثرة هذه الأخبار هذه كلها من باب التواتر المعنوي. نعم زيد. وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي. شوف شوف عبارة الشريف يحاول يقرب هذا ما يسمى بالتواتر، هذا مظهر من مظاهر التسهيل والتيسير والتقريب، وهو كان بارعا في العقليات، لو أراد أن يسلك مسلك المناطق في التقرير والتوعير لا ما فهمنا شيء. شوف الربانية، وهذا الأله الذي شوف هذا مسلك من مسالك تسهيل المسائل وتقريبها، وهذا ما يسمى بالتواتر المعنوي. كأنه يخاطب طفلا صغيرا ابن 10 سنين يقول وهل هذا ما يسمى بالتواتر المعنى الربانية في تقريب العلوم وتسهيلها. شجاعة علي، شجاعة علي متواترة، وإن لم تنقل لنا أحد الوقائع تواترا، نقلت أحد قصة يوم الخندق لما قام لعمر بن عبد ود، أحد مروية في كتب السيرة، عمرو بن عبد ود إذ قام له حيدرة بسيفه خرد له السيرة رضي الله عنه علي. موقفه يوم خيبر أحد، يوم بدر أحد، لكن أخبار أحد في نفسها متواترة في مضمونها، فهذا تتابع يجعلنا نوقن بالشجاعة علي رضي الله عنه وارضاه. فالوقائع في أعيانها أحد، لكن كثرتها وتتابعها على نفس المعنى يعد تواترا معنويا. نعم زيد. شجاعة علي وجود حاتم، جود حاتم الطائي، الوقائع بعينها رويت أحدا، بل أحيانا سندها منقطع لا نعرفه صحته، لكن لكثرة ما روي في كتب الأدب وفي كتب اللغة وفي بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا منه بجود حاتم الطائي، هذا يجعلنا نقطع بأنه كان جوادا، وإن كانت الواقعة بعينها نقلت بالأحد لكنها تواترت تواترا معنويا. هو أظن الذي عانه الشاعر بقوله تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجيبه أنا، والبحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود الساحل، فلو لم تكن في كفه سوى نفسه لجاد بها فليتق الله سائل. قول إن لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه رضي الله عنه حاتم قضية معينة متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء، إنما نقلت وقائع متعددة كل واحد منها بخبر واحد، لكن تضمن جميعها معنى واحدا، تضمن جميعها معنى واحدا فصار معنى متواترا، وإن كانت الألفاظ آحادا متفرقة، معنى واحدا مشتركا بينها وهو الشجاعة أو السخاء. أما التواتر اللفظي كالقرآن. أما التواتر اللفظي فكالقرآن الكريم. هذا السؤال لعلنا نرجع الجواب عنه إلى الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. جزاكم الله خيرا، معذرة إليكم كنا قد أطلنا عليكم، موعدنا في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.